السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي كرام، أخواتي فضلات، ما زلنا معكم في فصل الـ Network Security اللي هو الفصل الثامن من منهج الشبكات الأكاديمي. في المحاضرة السابقة أكملنا الحديث عن الـ DES اللي هو Data Encryption Standard، وذكرنا العملية بشكل عام، يعني ما دخلنا بالتفاصيل لأنه واضح أنه هناك يعني 16 عملية تشفير يعني باستخدام 16 كي. بالنسبة للأخوة يعني وردنا بعض الأسئلة عن أنه كيفية إنجاز هذا الشيء رياضيا. هناك الكثير من الأمثلة يعني الموجودة أونلاين يعني لإيضاح ذلك يعني بشكل رياضي، وإذا حبيت أنه نخصص في فيديو خاص فقط للحديث عن هذه العملية وكيفية إنجازها رياضيا فتركون هذا الشيء بالكومنتس إن شاء الله. وصلنا إلى ما يسمى بالـ AES اللي هو Advanced Encryption Standard. هذا الستاندرد يعني تم استبدال الـ DES به في نوفمبر 2001 ايضا من قبل ان اي اس تي، المؤسسه الامريكيه للستاندردز. بروسيسز داتا يعني هذا يعالج البيانات اللي هي تتكون من 128 بت بلوك اللي هو اكبر مما كان موجود في الدي اي اس. الانكربشن كي هنا راح يكون 128 192 او 256 بت. البروت فورس انكربشن يعني فك التشفير، اذا استخدمنا البروت فورس اللي هو القوه المفرطه لتجربه كل الكيس الموجوده، إذا كانت تأخذ 1 سكند بالنسبة للدي إي إس فإنها تأخذ 149 تريليون سنة لفك تشفير الأي إي إس إذا استخدمنا البروت فورس. طبعا إحنا نعرف أنه الدي إي إس مثل ما ذكرنا ممكن فك تشفيره في أقل من يوم، إحنا هنا يعني إذا أخذها نسبة وتناسب، يعني إذا قلل فك التشفير الخاص بالدي إي إس إلى ثانية واحدة فإن فك التشفير الخاص الاي اي اس يستغرق 149 تريليون سنه لفك التشفير باستخدام البروت فورس، يعني بدون استخدام الستاتستكس وغيرها من الادوات الرياضيه الاخرى. هنا ظهر عندنا ما يسمى بالبوبليك كي كريبتوغرافي. يعني سابقا كان اكو عندنا هو الشيرت كي نفسه، هو سيمتر كي كريبتوغرافي، هذا اللي كان يتطلب انه المرسل والمستقبل كلاهما يعرفان ويتشاركان السيكريت كي، لانه المشكله اللي كانت تواجههم انه how to agree on the key in the first place particularly if never met. يعني اذا كان الشخص المرسل والمستقبل يريدون ان يتفقون على فد كي معين، كيف يستطيعون الاتفاق على هذا الكي اذا انهم خصوصا اذا لم يكونوا قد يعني التقوا سابقا؟ لحل هذه المشكله، وطبعا هي يعني كان هناك الكثير من الحلول المعقده لحل هذه المشكله، لانه لحلها بشكل اسهل ظهرت لدينا فكره انه البوبليك كي كريبتوغرافي اللي هو التشفير بالمفتاح العام. العام هنا public يعني يقصد به انه ممكن الوصول له. radically difficult different approach يعني طريقه مختلفه تماما عن الطرق السابقه، وتم يعني اقتراحها من قبل الديفي هيلمان 76 ار اس اي 78 وغيرها. السندر والريسيفر لا يتشاركون مفتاح مشترك في هذه الحاله، وانما هناك مفتاح تشفير عام يعرفه الجميع، ولكن مفتاح التشفير او البرايفت ديكريبشن كي از اونلي نون باي ذا ريسيفر. مفتاح التشفير اللي هو الانكريبشن يكون عام ويمكن الوصول له من قبل الجميع، الا ان مفتاح فك التشفير يكون سريا ويكون معروفا من قبل الريسيفر فقط. هنا طبعا راح مثل ما تلاحظ انه البلين تكست اللي يجينا الرساله البسيطه المقروءه بالنسبه للبشر يتم تشفيرها باستخدام البوبليك كي هنا اللي هو سميناه كي بي بلس، واللي هو البوبس كي هذا يعني جهه الارسال. هنا راح يصير عندنا سايفر تكست اللي هو النص المشفر واللي راح يتم ارساله، اللي هو عباره عن النص الاصلي بعد تطبيق البوبليك كي عليه. الديكربشن اللي هو فك التشفير او خوارزميه فك التشفير راح تستخدم البوبس كي برايفت كي هنا اللي هو كي بي ماينس، وهذا طبعا راح يكون معروف فقط بالنسبه للريسيفر. راح بالنتيجه النهائيه راح يظهر عندنا ايضا البلين تكست، وايضا الرساله الرئيسيه هي عباره عن تطبيق البوبليك كي او البرايفت كي على البوبليك كي على الرساله الاصليه، وبالتالي نحصل الرساله يعني الرئيسيه الاصليه اللي هو البلين تكست، لانه هذين الدوال الاثنين او هذه الكيس واحده منهم تلغي الاخرى. البوبليك كي انكربشن الجوريثمز، هنا طبعا المتطلبات اللي راح نحتاجها انه نحتاج البوبليك كي والبرايفت كي، يعني المفتاح العام والمفتاح الخاص، بحيث انه المفتاح تطبيق داله المفتاح الخاص او السري على المفتاح العام على الدالة الرئيسية أو على البيانات الرئيسية أو البيانات الأصلية. إذا عرفنا البوبليك كي it should be impossible to compute the private key، يعني معرفة البوبليك كي يجب أن لا تكون كافية لحساب البرايفت كي، وإنما يجب أن يكون من المستحيل معرفة البرايفت كي. هنا راح نستخدم ما يسمى بالـ RSA اللي هو الريفست شامير أديلسون ألغوريثم، خوارزمية يعني اقتراحها من قبل هؤلاء الثلاث علماء. قبل الدخول في شرح هذه الخوارزمية للتشفير وفك التشفير، اكو عندنا بعض المتطلبات او الاساسيات الرياضيه اللي يجب معرفتها.
هنا اكو عندنا فد شيء يسمونه المود، المود اللي هو باقي القسمه، يعني الاكس مود ان هو باقي قسمه الاكس على الان. يعني اذا كانت عندنا 5 مود 2 يساوي 1، 5 مود 2 معناتها باقي قسمه الخمسه على 2، يعني 5 تقسيم 2 يساوي 2 والباقي 1. فناتج المود هو عاده باقي القسمه. الحقائق اللي لازم نعرفها انه اذا كان عندنا اي مود ان زائد بي مود ان، الكل مود ان هو يساوي لنا اي زائد بي مود ان. يعني كانه اكو عمليه تجزئه، التجزئه او ديستريبيوشن. يعني اذا وزعنا المود على الكل هو يساوي لنا انه الاي زائد بي كلها مود ان. كذلك الاي مود بي مود ان ناقصا بي مود ان، الكل مود ان يساوي لنا اي ناقص بي مود ان. نفس الشيء بالنسبه للضرب، اي مود ان مضروبا في بي مود ان، الكل مضروب يعني مود ان يساوي لنا اي في بي مود ان. وبالتالي فان الاي مود ان اس دي الكل مود ان يساوي لنا اي اس دي مود ان. ويعني هذه كل القواعد الرئيسيه اللي على اساسها راح نستطيع اشتقاق خوارزميه الار اس اي. الامثله انه اذا كانت الاكس يساوي لنا 14 الان يساوي لنا 10 والدي تساوي 2، فايضا اخذنا الاكس مود ان الكل اس دي مود ان، يعني اللي هي 14 باقي قسمتها على ال10 هو 4، اس دي اللي هي 2، 4 اس 2 هي 16، 16 مود ان اللي هي 10 يعني باقي قسمتها على ال10، 16 على 10 بها 1 والباقي 6، وهذا هو الباقي اللي هو 6. نفس الحاله اذا اخذنا الطرف الثاني اللي قلنا اي اس دي مود ان، الاي اللي هي بهاي الحاله او الاكس بحالتنا يعني العفو، اكس اس دي اللي هو 14 اس 2 196 مود 10 ايضا الباقي يكون 6. فبالتالي يعني هذه المعادله او هذه العلاقه ضروريه جدا وقدرنا يعني نستطيع اثباتها بالارقام في اي حاله. الار اس اي جيتنج ريدي، يعني هنا في البدايه مثل ما راح نلاحظ انه المسج هي عباره عن بت باترن، يعني مجموعه من البتات الاصفار والوحدات. البت باترن يمكن ببساطه تحويله الى انتجر نمبر، يعني كل سلسله اصفار ووحدات بالباينري يمكن تحويلها الى رقم صحيح، يعني عدد طبيعي يمكن قراءته من قبل البشر. وبالتالي فان تشفير الرساله هو مكافئ لتحويلها او لتشفير الرقم. يعني اذا كانت عندنا رساله هي مكتوبه بحروف طبيعيه حولناها الى المكافئات الباترن الاصفار والوحدات الخاصه بها باي شفره، شفره الاسكي كود او شفره اي شفره اخرى. هذه سلسله الاصفار والوحدات ايضا راح تتحول ممكن تحويلها الى رقم صحيح ايضا بشكل طبيعي. فتشفير الرساله هو مكافئ لتشفير الرقم المقابل لها. كمثال اذا كانت الام هي 1001001 هذه الرساله يمكن يعني يونيكلي يعني بشكل فريد، يعني ما لا يمكن تحويلها الى رقمين في نفس الوقت، وانما يمكن فقط تحويلها الى رقم واحد لا لا لا, لا يشبهه شيء اللي هو الديسيمال نمبر اللي هو قيمته 145. وبالتالي فان تشفير الام هو عباره عن شيء مشابه لتشفير قيمه 145. وبالتالي يعني البلين تكست النص الطبيعي الخاص بنا سواء كان 1001001 او كان 145 كلاهما يعطي نفس النتيجه عند التشفير وفك التشفير. Which gives the new number which is the cipher text. Creating a public private key pairs. هنا كيف نستطيع الانشاء ومشاركه يعني البوبليك كي والبرايفت كي. بدايه راح نختار two large prime numbers. يجب ان نختار رقمين اوليين كبيرين، الاولي يقصد به انه هو قابل للقسمه فقط على نفسه وعلى الواحد. مثال وعاده يعني نقصد به كبير بحيث انه يتكون من 1024 بت كل واحد منهم. 1024 بت معناته رقم كبير جدا. وميزه هذا الرقم انه هو برايم، انه يعني لا يقبل القسمه الا على نفسه وعلى الواحد. بعد ذلك راح نحسب الان اللي هي تساوي لنا بي في الكيو، حاصل ضرب هذين العددين. ونحسب الزيت اللي هي يساوي لنا بي ماينس 1 في الكيو ماينس 1. فحسبنا افترضنا رقمين كبيرات واوليات، حسبنا قيمه الان اللي هي ناتجه من حاصل ضربهم، وحسبنا قيمه الزيت اللي هي بي ماينس 1 مضروبه في الكيو ماينس 1 ايضا حاصل ضرب كل منهما ناقص واحد. يعني بعد ذلك نختار اي اللي هو فد رقم معين بحيث انه يكون اصغر من الان، هذا اللي حصلناها لانه فعلا اذا كانت بي كبيره جدا والكيو كبيره جدا فالان راح تكون ايضا كبيره جدا، الاي يفترض انه تكون اصغر من اته، وليس بينهما معامل مشترك اي انهما ريليتفلي برايم. هنا اكو عندنا فشي اسمه برايم اللي هو ما يقبل القسمه الا على نفسه وعلى الواحد، وريليتفلي برايم اذا قلنا ريليتفلي برايم انه اولي نسبيا بحيث انه الاي والزت لا ليس بينهما عامل مشترك. يعني مثلا رقم الخمسه ورقم ال 24 ليس بينهما عامل مشترك مثل ما راح نشوف الامثله. فهنا نختار قيمه الاي،
طبعا هذه كل العمليات يعني سابقا كانت يتم برمجتها يعني او حسابها يدويا من قبل الناس مثل، بس بعدين ظهرت يعني انه يتم برمجتها في نظام التشغيل الخاص بالشبكات وتنتهي العملية. او ايضا حتى عملية اختيار هذه الارقام ايضا اصبحت اوتوميتد يعني اوتوماتيكية. choose d such that يعني نختار قيمة d ايضا بحيث انه ال e d minus 1 تساوي تماما exactly divisible by z. نختار قيمة d بحيث انه حاصل ضرب الاي في الدي ناقص واحد هو تماما قابل للقسمة على الزت. يعني احنا قلنا بانه الاي والزت كلاهما غير قابل للقسمة على الاخر، ولكن نختار في رقم معين بحيث انه اذا ضربناه في الاي ونقصنا واحد راح يكون قابل للقسمة على الزت، او بمعنى اخر فان الاي دي مود زت يساوي واحد، حاصل قسمة او ضرب الاي دي باقي قسمة الاي دي على الزت يساوي لنا واحد. بهذه الحالة بعد ما عرفنا كل هذه المتغيرات اللي هي البي والكيو والان والزت والاي والدي، هذا اللي بعضهم يعني افترضناها افتراض او حسب يعني يعني اخذناها من عندنا واختاريناهم، والبعض الاخر قمنا بحسابهم بمعادلات معينه. بعد ما حصلنا على كل هذه الارقام راح يكون البوبليك كي هو عباره عن الان والاي، والبرايفت كي هو راح يكون الان والدي. لاحظ انه يعني ان واي هذا هو راح يكون الكي بي بلس اللي هو البوبليك كي، والان والدي هي راح تكون البرايفت كي. هسه شو راح نقدر نستخدمهم يعني بعملية الانكربشن والديكربشن؟ في عملية الانكربشن في التشفير إذا كنا نعرف الان والاي والان والدي as computed above يعني مثل ما حسبناهم سابقا، فلتشفير الرسالة اللي هي ام تتكون من ان من البتات واللي هي عادة تكون أصغر من الان، نحسب القيمة التالية c تساوي لنا اي ام اس اي مود ان، يعني حاصل يعني ام اس الاي وكلاهما معروف يعني لأنه احنا عندنا الان والاي وعندنا الان والدي، ام اس اي مود ان حسبنا معناتها قيمة السي. هذه هي encrypted message يعني هذه الرسالة المشفرة اللي هو cipher text. بعد ذلك في الطرف الآخر يعني هذه الرسالة راح يتم إرسالها عبر الشبكة، في الطرف الآخر من الشبكة كل اللي استلمناه هو استلمنا C، ولكنه احنا نعرف الـ N والـ D، فعلى مود نقدر نفتح التشفير للبتات المستلمة نقوم بحساب القيمة التالية اللي هي C اس D mod N، واللي أيضا راح تعطينا الرسالة الأصلية. الماجيك هابنز يعني هنا تلاحظ انه في شيء سحري كأنه قد حصل، لأنه الـ M تساوي لنا حاصل قسمة هذا كله اللي هو C اللي هو M أس E mod N الكل أس D مثل ما احنا سوينا، وسوينا له mod N فيرجعنا الـ M الأصلية. وأيضا راح نشوف انه كيف إثبات هذا رياضيا. هنا إذا أخذنا مثال اختارنا الـ P تساوي لنا 5 والـ Q تساوي لنا 7، يعني هنا مثال بسيط مثل ما ذكرنا احنا الـ P والـ Q في الوضع الطبيعي كل واحدة منهم هو عبارة عن 1024 بت، يعني أعداد هائلة جدا، ولكن هنا المثال فقط للتوضيح. بعد ذلك الان راح تكون 35 والزت تساوي لنا 24، الاي تساوي لنا 5 مثل ما نلاحظ انه الاي والزت اللي هو هاي 5 وهاي 24 كلاهما ليس من مضاعفات الاخر، يعني لا يمكن قسمه اي منهما على الاخر بدون باقي، اي انهما ريليتيفلي برايم اوليات بشكل نسبي لبعضهما البعض الاخر. الديب هذه الحاله راح تكون 29 بحيث انه حاصل ضرب الاي في الدي ناقص 1 قابل للقسمه على الزت، يعني هسه اذا ضربنا 5 في 29 ونقصنا واحد من الناتج راح يكون قابل للقسمة على 24. هذه الشروط للأعداد اللي نحتاج أنه نحسبها. نفترض أنه إحنا نريد نشفر فد رسالة تتكون من 8 بتات، مع العلم أنه ذكرنا أنه الرسائل في هذه الحالة يتم تشفيرها اللي تتكون من 128 بت، ولكن مثل ما ذكرنا فقط هذا مثال للتوضيح، يعني مثال بسيط حتى وإن كانت الأرقام بسيطة. البت باترن نفترض أنه الأم مالتنا الرسالة الأصلية هي 0000100. الام هنا ممكن هذه تحويلها مباشرة إلى قيمة 12. بعد ذلك الام اس اي راح تكون هالقد قيمتها اللي هي 12 اس 5 راح تطلع لنا هذا الرقم. بعد ذلك 12 اس 5 تقسيم أو باقي قسمتها على الان اللي هو مثل ما ذكرنا حاصل ضرب البي في الكيو اللي هو 35، راح تكون باقي القسمة 17. هذه هي الرسالة اللي راح يتم إرسالها في الشبكة. تلاحظ أنه الرسالة الأصلية كانت 12 ولكن الرسالة اللي أرسلناها هي قيمتها 17. الديكريبشن بهذه الحالة راح يكون أيضا هذه الرسالة اللي استلمناها في هذه الحالة هي 17، بعد ذلك نسوي CUSD اللي حسبناها اللي هي عبارة عن 17 أس 29 يطلع عندنا رقم كبير جدا. بعد ذلك راح يكون عندنا M يساوي CUSD mod N هذا هو المقدار، فتلاحظ أنه القيمة اللي طلعت عندنا بالنتيجة النهائية 12 هي نفس ال 12 الأصلية اللي احنا أرسلناها. Why does RSA works؟ يعني كيف يعمل الـ RSA؟ Must show that the CUSD أول شيء يجب أن نقوم بإثبات بأن الـ CUSD mod N يساوي لنا M.
حيث أن السيتا سوى ام اس اي مود ان. في الحقيقة نحن نستطيع استخدام المعادلة أو العلاقة الرياضية التالية اللي هي for any x and y x أس y mod n تساوي لنا x أس y mod z mod n، بحيث أنه ال n تساوي لنا هالقد وال z تساوي لنا هالقد. فهذه مجرد يعني إثبات رياضي لهذه العلاقة، مجرد أنه إحنا راح نستفيد من هذه الخاصية بمعرفة ال n اللي هي تساوي لنا p في ال q وال z اللي هي تساوي لنا p minus 1 في ال q minus 1. نقوم باشتقاق هذا الشيء، فنلاحظ أنه تعويض هذه القيم في هذه المعادلة راح تعطينا ال n في النهاية. لاحظ أنه هذه المعادلة اللي استخدمناها. أخيراً another important property: the following property will be very useful later. تطبيق ال private key على ال public key على النص الأصلي يساوي لنا النص الأصلي، وهو يساوي لنا أيضاً تطبيق ال public key على ال private key على النص الأصلي، بحيث أنه استخدام ال public key first followed by the private key، يعني استخدام المفتاح العام أولاً وتطبيقه على المفتاح الخاص، وتطبيق المفتاح الخاص اولا وتطبيقه بعد ذلك على المفتاح العام، كلاهما يعطي نفس النتيجه. وهذا طبعا عمليه مهمه يعني، وهذه النتيجه راح نستفيد منها بعد ذلك. كيف توصلنا الى هذه الحقيقه؟ كيف وصلنا الى هذه النتيجه؟ ايضا باستخدام نفس الموديولر اريثمتيك، نفس الحقائق الرياضيه اللي تحدثنا عنها في البدايه، اللي هو الام اس اي مود ان الكل اس دي مود ان يساوي لنا هذا. وايضا يعني مثل ما تلاحظ انه بالنتيجه النهائيه تلاحظ ان الطرفين كلاهما يساوي الاخر، فيثبت لنا هذه العلاقه اللي هي مهمة جدا لعمل هذا البروتوكول. Why RSA secure؟ يعني كيف افترضنا بأن الـ RSA هو بروتوكول آمن للتشفير وفك التشفير؟ نفترض بأنه you know Bob's public key، إذا عرفت الـ public key الخاص ببوب اللي هو الـ N والـ E، how hard it is to determine D؟ يعني كم من الصعب حساب الـ D، قيمة الـ D؟ Essentially you need to find the factors of N without knowing the two factors of P and Q. لمعرفة الـ D نحتاج معرفة الـ N، ولمعرفة الآن نحتاج أنه نعرف هذين الرقمين الكبيرين اللي هما الـ P والـ Q، اللي مثل ما ذكرنا كل واحد منهم هو عبارة عن 1024 بت، وهي أرقام كبيرة وغير قابلة للقسمة إلا على نفسها وعلى الواحد. وبالتالي factoring a big number is hard، يعني هذه يعني لأنه إحنا تجزئة الآن إلى P و Q عملية صعبة جدا وتستغرق الوقت كبير جدا، فيعني لذلك ذكرنا أنه تستغرق 149 تريليون سنة لفك تشفير هذا البروتوكول. الـ RSA in practice يعني نظريا هذا البروتوكول جميل جدا ومعقد جدا ومن الصعب أو ربما من المستحيل كسر تشفيره، ولكنه في الواقع exponentiation in RSA is computationally intensive، يعني عملية الـ exponential المتكررة اللي شفناها في الحسابات هي حسابيا تعتبر intensive، يعني مرهقة أو كبيرة جدا أو ثقيلة جدا على المعالج. وبالتالي يعني عادة حساب الـ DES اللي هو Data Encryption Standard يستغرق أسرع ب 100 مرة من حساب الـ RSA. يعني هذه العملية تستغرق زمن طويل وتستغرق يعني جهود كبيرة من المعالج وتحتاج ذاكرة كبيرة وغيرها من الأمور الأخرى. وبالتالي استخدام الـ Public Key Cryptography to establish secure connection then establish second key symmetric session key session for encryption data، يعني على مود نقدر نحل هذه القضية. احنا الـ DES عرفنا أنه هو قليل الأمنية، ولكن الـ RSA يعني أمنيته عالية جدا، ولكن في نفس الوقت الـ DES أسرع ب 100 مرة من الـ RSA. الـ RSA يعني يستهلك المعالجات ويستهلك الذاكرة ويستهلك الوقت. لحل هذه المشكلة أنه جمعناهم كلاهما فيما يسمى بالـ Session Key اللي هو مفاتيح الجلسات. نستخدم الـ Public Key في البداية لتأسيس اتصال أمين، وبعد ذلك نقوم بتبادل الـ Symmetric Key ويتم استخدامه لبقية يعني أجزاء الجلسة، بحيث انه السيشن كي اللي هو يسمونه كي اس سيشن كي، البوب اند اليس يستخدمون الار اس اي بالبدايه لتبادل السايمتريك كي، يعني الرساله الاولى اللي يتبادلوها هو ليست بيانات حقيقيه وانما يتبادلون فيما بينهم السايمتريك كي. وهذا وبالتالي حلينا المشكله الرئيسيه اللي كانت عندنا موجوده بالنسبه للدي اي اس، انه كيف يستطيع كلا طرفي الاتصال الاتفاق فيما بينهما على سايمتريك كي اللي هو يعني المفتاح المتناظر. هنا راح نستخدم الـ RSA اللي هو البروتوكول اللي مثل ما ذكرنا معقد جدا وثقيل جدا لتبادل رسالة. أول رسالة راح يتم تبادلها هي عبارة عن السيمتريك كي اللي هو الـ KS. بعد ذلك بمجرد الحصول على السيمتريك كي راح يستخدمون هذا السيمتريك كي للكريبتوغرافي لتبادل الرسائل المشفرة بتقنية الـ DES. هنا طبعا حلينا المشكلة الأولى، وإن كانت هي أقل سرية من الـ RSA لوحدها، ولكنها توفر ما يسمى بالتريد اوفس اللي هو يعني فشيء موازنه ما بين سرعه هذا وامنيه هذا البروتوكول. هذا
هذه فقط مجرد يعني نظرة عامة عن تقنيات الانكريبشن الموجودة في الشبكات. في الجزء الثالث في هذا الفصل إن شاء الله راح نبدأ نتحدث عن المسج انتجريتي والاوثنتيكيشن. فخليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.